ما ينفعش، اصل انت بقول لك بتعيش جو المباراه. ما انا عايشك في جو المباراه، عايشك جو المباراه. اول بدايه للاهلي في افريقيا ان شاء الله السبت الجاي. السبت الجاي ان شاء الله باذن الله. وجمهور النادي الاهلي عايز اقول لك، لما كان بيستنى اي مباراه اول حاجه كان بيدور عليها مش التشكيل ولا الاهلي هيعمل ايه، لا مين معلق المباراه؟ مين عارف؟ مين عارف؟ مين عارف بالظبط؟ مين عارف؟ ربنا يبعت الخير يا رب ان شاء الله. اهو قدامك مشهد. جماهير النادي الاهلي العظيم، انتوا دائما اللاعب رقم واحد، انتوا دائما صاحب الانجاز واصحاب الفرح الكبير، انتوا النادي الاهلي، ومين ما يحبش النادي الاهلي، ومين ما يعشقش جماهيره، جماهير النادي الاهلي العظيمه، لكم مني كل التحيه والتقدير. انتوا جماهير عظيمه جدا، انتوا شعب، اي نعم انتوا شعب النادي الاهلي. الله عليك. انا كده رد قوي كده، حلو قوي كده. بدايه عايزين بص سخننا البطوله الافريقيه بتسخن، وعايزين يبقى